السلام عليكم خوتي المغاربة. دونك اليوم غنوريكم كيفاش باش ندمج هذا الموقع تاع جنيد بوان ام ا. هذا الموقع هذا داير يعني وزارة الداخلية الناس اللي بالخدمة العسكرية. دونك باش تعرف راسك واش مدعو للخدمة العسكرية تدخل هذا الموقع اللي سميتو www.jnid.ma. دونك تنقل على الموقع الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية. الموقع تيبان ليا عليه الضغط، يعني راه بنادم شاد على العدا. غنتسناو حتى يتحمل على خاطرو. واخيرا فتحنا الموقع. دونك تتمشي هاد الخانة هادي هي استمارة الإحصاء أو تتنقر عليها. دونك أو تتنقر هنايا على مال استمارة الإحصاء. أو الموقع دي مرايبها. دونك هادي هي الاستمارة تاع الإحصاء. المهم هنايا عندك المغاربة المقيمة بأرض الوطن تتنقر، إلا كنتي مقيم بأرض الوطن تتنقر هنايا، إلا ما كنتيش دونك الخانة، إلا ما كنتيش تتنقر هنا على المغاربة المقيمة بالخارج. دونك هنايا تجي تدير رقم البطاقة الوطنية، وهنايا الاسم العائلي، وهنا الاسم الشخصي ديال الأب ديالك، والتاريخ الازدياد يعني ديالك. وهنا الرقم الإحصاء هنا إذا كان عندك هو هذا مكانش عندك بلا ما ديرو. وهنا تدي الاسم الشخصي ديالك والاسم الشخصي ديال الأم ديالك، وهنا التاريخ نهاية الصلاحية ديال لاكارت ناسيونال ديالك. وتدخل هنا كاباتشا وتتنقر على هاد البحث هادي. دونك يطلع لك واحد الميساج، تطلع لك الميساج باللي انك الا كنتي يعني كنتي مجبر بالخدمه العسكريه، راه يعني تقول لك بانك انت مجبر على الخدمه العسكريه، ما كنتيش تقول لك انت غير مدعو للخدمه العسكريه. والا كنتي من بين هذوك اللي مدعوين بالخدمه العسكريه يعني من بعد تجيك واحد الاستماره خاصك تعمرها وتتصيفط عليهم.